السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشابتر الثامن من مادة مبادئ الشبكات المتقدمة بعنوان بروتوكول الدي اتش سي بي. ما هو بروتوكول الدي اتش سي بي؟ هو بروتوكول مسؤول عن عملية توزيع الاي بي بشكل تلقائي. انت من خلال هذا البروتوكول بتقوم بتوزيع الاي بيات لجميع الاجهزة المتصلة عندك على الشبكة بشكل تلقائي، بدل ما يجي مسؤول الشبكة يدخل على كل جهاز بجهازه ويحط الاي بي بشكل استاتيك او بشكل يدوي. هذا البروتوكول بريحه من الالية هذه، بروح يوزع الاي بيات بشكل تلقائي. طبعا ايش انا اهم شيء عندي لازم يكون في الشبكه متوفر للجهاز؟ اهم معلومتين لازم يوفر لي اياها بروتوكول الدي اس بي او اي جهاز لازم يكون موجود على الشبكه عشان يقدر يتواصل مع الشبكه ويصير عمليه الكوميونيكيشن، عمليه التواصل مع الاجهزه الاخرى داخل الشبكه. لازم يكون مع الاي بي وقناع الشبكه، الاي بي والسبنت ماسك. بدون الاي بي والسبنت ماسك ما بتقدر تتواصل مع الاجهزه داخل الشبكه. هذول المعلومتين اهم معلومتين داخل الشبكه، وهذول هم بعطيني اياهم بروتوكول الدي اس بي. ما بينفع اعطيك اي بي بدون سبنت ماسك، ما اقدر، وايضا ما بقدر اعطيك سبنت ماسك بدون اي بي. الان هل هي فقط هي المعلومات اللي بوفر لي اياها بروتوكول الدي اس بي؟ لا، هو بيعطيني الاي بي وبعطيني قناع الشبكه اللي هو سبنت ماسك، بعطيني البوابه الافتراضيه ديفولت جيت واي. طبعا احنا قلنا وقتيش انا بحتاج الديفولت جيت واي وقتيش انا ممكن استغنى عنها، ولكن لو وجدت مش حتاثر عليا. طبعا لو كنت انا في داخل الشبكه ممكن انا استغنى عن البوابه الافتراضيه، ولكن حتى لو وجدت داخل الشبكه مش حتاثر بتاثير سلبي. ولكن بنطلع من شبكه الى شبكه اخرى لازم وجود الديفولت جيت واي او البوابه الافتراضيه، بتكون عنوان الراوتر اللي تطلع منه. الان ايش كمان في معلومات اخرى ممكن يوفر لي اياها بروتوكول الدي اتش بي؟ ممكن يعطيني كمان الدومين نيم، اسم الدومين تبعك. ممكن يكون اسمك دوت كوم او اسم المؤسسه تبعتك دوت بي اس، ايا يكن اي اسم بدك اياه بكون الدومين نيم، وايضا يوفر لك اياه بروتوكول الدي اتش بي. ممكن يعطيك الدي ان اس، الدومين نيم سيرفر او سيرفيس. هذا بروتوكول او الدي ان اس هذا مسؤول عن عمليه تحويل الاسم الى اي بي، وكذلك الاي بي الى اسم. وقلنا لو انت مثلا رحت فتحت المتصفحه كتبت www.ucast.com او google.com، انت بتكتب قاعد اسم، ما بتروح تكتب الاي بي تاع الموقع، تمام؟ طبعا هذا اسهل للمستخدم في عمليه الحفظ. انت مش منطق انك انت تروح تحفظ اي بي او تحفظ ارقام، ما فيش حد حيقدر يحفظ الاشياء هذه، ولكن كاسم اسهل للانسان في عمليه المتابعه وعمليه الحفظ. طبعا من مزايا بروتوكول الدي اس بي انه سهل المتابعه، سهل عمليه التكوين، سهل قابل للتوسع. ممكن تحطه على سيرفر لحاله كسيرفر دي اتش بي كامل، ممكن تحطه على راوترات سيسكو وتشغل السيرفيس تاعت دي اتش سي بي. زي ما انتم عارفين انكم في البيوت بكون عندك على راوترات موجوده عندك في البيت في سيرفيس دي اتش سي بي وشغاله بشكل طبيعي. نحن نشوف كيف. طيب الان مرحله الخطوات اللي بيشتغل فيها بروتوكول الدي اس بي. طبعا الشابتر هذا منقسم الى جزئيتين، هو بروتوكول الدي اس بي على الفيرجن 4 اي بي فيرجن 4، وبروتوكول الدي اس بي على الاي بي فيرجن 6. احنا شغلنا الان على بروتوكول الدي اس بي فيرجن 4. طب في الفيرجن 4 في انا عندي اربع خطوات عشان يشتغل فيها الدي اس بي. اول خطوه احنا بنسميها عمليه الديسكفري، او هي عباره عن عمليه الاكتشاف. عمليه الديسكفري او عمليه الاكتشاف اللي هو انا عندي زي ما انتم شايفين انا عندي هنا الكلاينت، هذا عندي اللي هو الجهاز اللي بده الخدمه. طبعا هذا الجهاز دخل على الشبكه معوش اي معلومه تذكر، لا بيعرف لا معه اي بي ولا معه سبنت ماسك ولا معه دي ان اس ولا معه دومين نيم ولا معه جيت واي ولا معه اي معلومه على الشبكه، وما بيعرف اي حاجه في الشبكه، تمام؟ طيب عشان هو يتعرف على الشبكه لازم يعمل عمليه البرودكاست، عمليه البث. ايش يعني البرودكاست؟ انه بيرسل طلب الى جميع الاجهزه الموجوده داخل الشبكه، وهذا اكيد. ليش؟ انه انت ما معكش اي معلومه. لان بعد ما اعمل عمليه البرودكاست هذا بسميها عمليه اكتشاف الشبكه، برسل الى جميع الاجهزه داخل الشبكه، وهذا هو الكلاينت. اذا اول عمليه بتكون عمليه الاكتشاف او الديسكفر، بتكون تحت مسمى او تحت بتكون من نوع البرودكاست. الان بيصل الطلب لجميع الاجهزه الموجوده على الشبكه، وايضا بيصل الى الخادم اللي هو خادم ايش؟ الدي اتش سي بي، هذا حيكون خادم الدي اتش سي بي تبعنا، تمام؟ طبعا بعد ما يصلوا الطلب تاع الكلاينت هذا راح يرد عليه بروتوكول الدي اتش سي بي
اوفر، بعرض، راح يعرض عليه انه انا اوكي انا ممكن اوفر لك المعلومات اللي انت بدك اياها. فقال له إن انا دي اتش سي بي، تمام، وهذا عنوان انا بقدر اكون لك، بقدر اعطيك اياه، تمام. طبعا الاتصال ما بين السيرفر الى الكلاينت او من السيرفر الى الجهاز راح يكون احادي الاتجاه او بث احادي له، راح يكون يونيكاست. إذا العميل لما يعمل عملية الديسكفري أو عملية الاكتشاف بتكون برودكاست، ولكن السيرفر لما يرد على الكلاينت بأوفر حيكون بيونيكاست، تمام. إذا بعد ما وصل للعميل من رد من السيرفر اللي هو الدي اس بي، قال له هذا عنوان ما أقدر أعطيك إياه، رد عليه أوكي أنا موافق على العنوان اللي أنت معطيني إياه، لأن أنا بعمل له عملية ريكويست، عملية طلب، أنت عرضت علي أنا بطلب منك هذا الأي بي، ولكن برضه لما يطلب الكلاينت هذا بيطلب أيضا بعملية إيش؟ برودكاست، تمام. حيجي يرد عليه السيرفر بحاجه بنسميها احنا قرار القبول، انا اوكي هاي الطلب تبعك قبلته وهي 100% هاي المعلومات اللي بدي اعطيك اياها، هذا العمليه بنسميها احنا الاكنولجمنت، وايضا بتكون يوني كاست. اذا دائما من طرف العميل، دائما من طرف هنا بنسميه احنا برودكاست، ودائما من طرف السيرفر بكون الرد بيوني كاست، وهذا العمليه سميناها احنا الدوره اللي هي الديسكفري والاوفر والريكويست والاكنولجمنت. هذه هي مرحلة تشغيل سيرفر الـ DHCP في الـ Version 4. طبعا الان انت عندك الكلاينت الموجود اللي عندك هان، تمام، هاي انا عندك الكلاينت الموجود عندي هان، وانا هنا عندي السيرفر اللي هو الـ DHCP. طبعا هذا قاعد بيبعت عملية الطلب لسيرفر DHCP. طبعا احنا عارفين دائما عملية الاتصال لازم تستخدم بورد يتم من خلاله تبادل المعلومات. اذا الكلاينت لما يبعت للسيرفر بيستخدم بورد 68، بورد 68 بيصل للسيرفر على بورد 67. ها هذه معلومات مهمة. اذا انا لما ككلاينت ببعت بورد 68 وحيصل للسيرفر بورد 67، اذا السيرفر راح يرجع يرد عليا، تمام. السيرفر لما يرجع يرد عليا حيرد عليا هو حيفتح البورد 67 وحيصل للكلاينت بورد 68. اذا دائما باتجاه الكلاينت بكون البورد المستخدم هو بورد 68، ودائما باستخدام السيرفر باتجاه السيرفر بكون البورد المستخدم اللي هو بورد 67. ولتاكيد المعلومه السابقه، الكلاينت دائما بيعمل برودكاست، دائما السيرفر بيعمل يونيكاست. اذا الكلاينت بورد 68 والسيرفر بورد 67. طبعا نوعين البورد هذول بكونوا من نوع يو دي بي، واحنا عارفين انه ايش عندي الفرق بين اليو دي بي والتي سي بي، وقلنا انه اليو دي بي بيكون اسرع من التي سي بي، واليو دي بي ما بتاكد من وصول الاتصال. يعني انت تبعت الاتصال تبعك بستناش انك ترد عليه انه وصلنا ولا وصلي، اما التي سي بي فلا، هو ببعت الاتصال وبستنى انك انت تقول له وصلنا عشان يبعت المعلومات اللي وراها. فعشان بكون التي سي بي ابطا ولكن اكثر موثوقيه، اما اليو دي بي اسرع ولكن اقل موثوقيه، تمام. طبعا هذا تنسيق اللي هي رسائل الدي اس بي. ايش ممكن تحتوي؟ ممكن تحتوي عنوان الاي بي تاع الكلاينت تبعك، الكلاينت ادريس، ممكن عنوان الاي بي الخاص فيك اللي هو اليور ادريس، عنوان الاي بي تاع الخادم او السيرفر ادريس، تاع العباره الافتراضيه الجيت واي، النيم تبعه، اسم الخادم، هذه كلها حقول بتكون داخل اللي هو رساله الدي اتش سي بي. طيب طبعا نوضح العملية اللي احنا حكيناها. قلنا ان عندك الكلاينت، الان انا في عندي جهاز انضاف لاول مرة على الشبكة، ما عنده اي معلومات، ما بيعرف شيء، بعرفش اي حاجة، تمام. بدي اعمل، قلنا اول عملية عملية الديسكفري، واتفقنا ان عملية الديسكفري بتتم عن طريق برودكاست، ولما يرد عليه السيرفر برد عليه بيونيكاست. اذا هذا لما يبعت للهان حيبعت بايش؟ ببرودكاست، وهذا لما يرد عليه حيرد عليه بيونيكاست، هذا لما يرد عليه حيرد عليه بيونيكاست. بس نظبط الصورة، تمام. طيب الان هذا انضاف، هل انا في عندي معلومات كالتالي؟ انا مطلوب منكم تكون المعلومات هذه عارفها، اللي هو انا لو انا جيت قلت لك انا هي الجهاز هذا انضاف، ايش الاي بي او خلينا نحكي السورس اي بي، وبدي الديستنيشن اي بي، وبدي السورس ماك، وبدي destination ماك. طبعا احنا اتفقنا انه هذا الجهاز المفروض ما معاه اي معلومات، ما معاه اي معلومات. ايش يعني ما معاه اي معلومات؟ يعني ايش حيكون السورس اي بي تبعه؟ هو ما معاه اي بي اساسا، هو ليش جاء على الشبكه؟ عشان يحصل على اي بي. اذا السورس اي بي اللي حيكون معاه هو عباره عن صفر
صفر صفر صفر، اي معهوش اي بي. طيب الديستنيشن اي بي هل عنده اي معلومات عن الشبكه؟ ما عندوش اي معلومات عن الشبكه، عشان هيك حيبعت ديستنيشن اي بي حيعمل عمليه البرودكاست، واحنا اتفقنا عمليه البرودكاست بتكون 255 255 255 255 تمام. طب السورس ماك اكيد هذا بكون معاه، هذا بكون من الشركه، هذا بكون من الشركه المصنعه، هذا بكون من الشركه المصنعه اللي هو اللي بكون عنوان الماك الموجود على كارت الشبكه الموجود عندك. طب الديستنيشن ماك، هل انت بتعرف عنوان الماك ادس تاع السيرفر؟ برضه انت ما عندك اي معلومات عن الشبكه، اذا ايضا راح تبعت عمليه برودكاست، لو احنا اتفقنا عمليه البرودكاست بتكون في الماك ادرس بيكون اف، بدك تحط ايش؟ افات في الشكل هذا تمام. فهذا انا عندي المعلومات اللي انا لازم اوفرها، وهذا بيكون عندك اول ما انت يكون عندك الجهاز داخل الشبكه بتكون هذه المعلومات الموجوده. اذا ايش هو السورس اي بي؟ ما عندكش انت اي بي، فبالتالي يكون 0000. ايش الديستنيشن اي بي؟ انت حتعمل عمليه برودكاست، واتفقنا ان عمليه البرودكاست داخل الاي بي بتكون 255 255 255 255. طيب السورس ماك تبعك معك السورس ماك هو بكون على كارت الشبكه تبعك، هو بكون من الشركه المصنعه. طب الديستنيشن ماك ايضا راح تعمل عمليه برودكاست، والبرودكاست عن طريق الماك ادرس بيكون عباره عن مجموعه من الافات. طبعا هذه المعلومات حتلاقوها موجوده هان. ايضا ما بكون معاه قناع الشبكه اللي هو السبنت ماسك، ما بكون معاه البوابه الافتراضيه. طبعا في عمليه الارسال راح يستخدم زي ما قلنا بروتوكول يو دي بي، حيكون ايش حيكون هنا؟ طبعا هذا وصل لمين؟ وصل للسيرفر، قلنا احنا باتجاه السيرفر بكون ايش؟ 67، وباتجاه الكلاينت بكون عندنا 68، بدناش نلخبط، قلنا الاثنين من نوع يو دي بي. وهذه المعلومات طبعا عندك الاي بي سورس ماهوش اي بي، الاي بي ديستنيشن حيعمل عمليه برودكاست، الديستنيشن تاع الماك اللي هو ايضا البرودكاست، والسورس على الماك اللي هو الماك ادرس الجاي تاع هذا اللي جاي من الشركه المصنعه. في عمليه الرد قلنا حيرد عليه بيونيكاست. طبعا انت ديستنيشن ماك اوكي معايا اللي هو انا تو بعت لي اللي هو هيو تمام معايا، السورس ماك اللي هو الماك ادرس تبع السيرفر فيش اي مشكله. طيب السورس اي بي اللي هو الاي بي تاع السيرفر اللي هو هذا. طيب الديستنيشن اي بي، هذا الديستنيشن اي بي هو هذا الاي بي اللي حيقوم بروتوكول الدي اس بي بتوفيره وتوزيعه بشكل تلقائي الى الكلاينت. هذا راح ياخذه من حاجه احنا بنسميها البول، حاجه بنسميها احنا البول تبعتنا اللي هو راح يوزع من خلالها الاي بيات اللي بيقدر يوزعها بروتوكول الدي اس بي الى الاجهزه اللي بتطلب منه عمليه الحصول على الاي بيات. طبعا ايضا راح يكون يو دي بي 68. ليش نوصل للكلاينت؟ انا راح اصل قلنا بيو دي بي 68، وهنا باقي المعلومات الموجوده عندنا. طيب طيب نكمل على وراها تمام. الان انا كيف بدي اعمل عمليه تكوين لخادم الدي اتس بي؟ طبعا هذا عمليه تكوين تمت على احد راوترات سيسكو. طبعا احنا قلنا انت ممكن الدي اتس بي تعمله على السيرفر، ممكن تعمله على راوتر، الا انا بدي اعمل عمليه تكوين على سيسكو. طبعا شوفوا كيف احنا دائما في عمليه توزيع الاي بيات، اكيد انا مش راح اقول له وزع كل حاجه، لازم بعض الاي بيات انا بكون حاجزها او بكون مستثنيها من عمليه التوزيع. ليش انا بعمل الشغل هذا؟ ليش انا بستثني بعض الاي بيات؟ بستثني بعض الاي بيات لانه انا ممكن احتاج الى شغل اخر، ممكن يكون عندي طبعات في المؤسسه، ممكن يكون في عندي كاميرات، ممكن يكون عندي وحدات واي فاي، ممكن يكون عندي فاكس، ممكن يكون عندي فويب اي بي فويب تليفون تمام. فبالتالي انا بحتاج بعض الاي بيات انا حستخدمها في شغل ثاني تمام، ما بدي اي كلاينت او ما بدي اي جهاز ثاني ياخذها. فانا بعمل البول تبعتي، البول هي قلنا احنا عباره عن يعني بتقدر تقول هي البركه تبعتك اللي فيها كل الاي بيات انت مسموح توزعها. اللي برا البول بنسميه احنا الاكسكلودد ادرس او الاي بيات المستثناه اللي انت ما تقوم بتوزيعها بروتوكول الدي اتس بي. طب ها لما انا استثنى اي بي، مثلا انا عندي البول، خلينا عشان توضح المثال عندنا كمان، انا مثلا بدي اعمل بول بنكون من رينج 192.168 168.1.0 مثلا على 24، يعني هذا المفروض تطلع لي 200 زي ما انتم عارفين كلاس سي 254 جهاز، 254 جهاز تمام. ولكن انا بدي استثني بعض الاي بيات من البول هذه، بدي استثني لي مثلا انا عندي مثلا 10 طبعات، بدي استثني مثلا 10 اي بي فور مثلا البرنتر تاعوني للطبعات اللي عندي، وبدي مثلا كمان اي بي مثلا عندي فاكس، بدي هذا للفاكس. طيب
الآن أنا حقول له من ال 254 جهاز في عندك 10 أي بيات للبرنتر، واحد أي بي للفاكس، يعني في عندك 11 أي بي أنت ممنوع توزعهم. كيف بدي أعرف له الشغلة هذه؟ بقول له أي بي دي اتش تي بي اكسكلودد أدرس، بمعنى استثني الأي بيات التالية. الآن أمر اكسكلودد أدرس بياخد شقين، إما بياخد أي بي لحاله يعني أي بي واحد، أو بياخد رينج أي بي من إلى. الا لما تكتب له زي هيك 192.168.10.1 مسافه 192.168.10.9، فحيكون مفهوم انه هذا رينج احجز للاي بيات من 1 الى 9. تمام. لما نكتب له 192.168.10.254 اللي هو الامر التالي هذا اللي هو لحاله، فراح يفهم انه بس احجز لي اي بي 1 هو 254. فبالتالي انا في السيناريو اللي هنا انا حجزت من 1 الى 9 دول المحجوزات، وايضا 254. طيب بعدين بدي اعرف البول تبعتي، اعرف البركه تبعتي، فبقول له اي بي دي اس سي بي بول، واسم البول بدك اياه، انا سماها لان بول 1، ممكن تسميها احمد محمود بدك اياه. طيب مين الشبكه داخل البول هذه؟ نتورك 192.168.10.0 على 24 هو كلاس سي. طيب ايش الديفولت جيت واي تبعك؟ شايفين انا قاعد بزود معلومات الى خادم الدي اس سي بي. ايش الجيت واي تبعك؟ اللي هو 192.168.10.1. طب ايش الدي ان اس سيرفر تبعك؟ 192.168.11.5. طب ايش الدومين نيم تبعك؟ example.com احمد.com اللي بدك اياه. هذه كل المعلومات انا بوديها ل بروتوكول الدي اس سي بي، وراح يقوم بتوزيعها لكل كلاينت اللي بيجي يطلب منه خدمه الدي اتش سي بي. والبول لانها حتكون 192.168.10 ل 24، وانا مستثني منه، انا مستثني من 1 الى 9، وايضا مستثني اي بي له 254. كيف بدك تعمل انت عمليه فاليديشن او تحقق من معلومات الدي اتش الدي اتش سي بي؟ طبعا انت بتكتب له شورن انكلود سكشن دي اتش سي بي، تتحقق من تكوين الدي اتش سي بي. وهي شايفين انتم كل الاوامر اللي انتم عرفتوها داخل الدي اتش سي بي. اما لما تكتب له شو اي بي دي اتش سي بي بايندينج، فانت بتتحقق من عمليه تشغيل، بتتحقق من هالتشغيل الدي اتش سي بي. وايضا لما تكتب له شو اي بي دي اتش سي بي سيرفر ستاتستكس، فانت بتشوف عدد الرسائل تم استلامها وارسالها من قبل الموجه باستخدام الامر اللي هو شو اي بي دي اتش سي بي سيرفر ستاتستكس. زي ما كنا ناخذ في الاكسس ليست، كنا نشوف الاحصائيات اللي بيتم استخدام الاوامر داخل الاكسس ليست، كم مره تم استخدامها وكم مره اتطبقت الرول عليها. تمام. طبعا عارفين احنا الان احنا لما قلنا يا عمي انت اول عمليه الديسكفري بتتم عن طريق اكتشاف الشبكه، وقلنا هذا لازم يعمل برودكاست. طب هذا بيعمل برودكاست، ارسل للسويتش برودكاست، واحنا عارفين ان السويتش بيسمح بعمليه البرودكاست. طيب هياخذ السويتش هيرسل لمين؟ هيرسل للراوتر. حلو. الراوتر يا شباب، هل الراوتر بيسمح في عمليه البرودكاست؟ لا. اذا هنا صارت مشكله، اذا الطلب طلع من هان وصل للسويتش وطلع للراوتر، الراوتر راح يسوي فيه يعمل له دروب، قال لك انا يا عمي راوتر ما بسمح في البرودكاست. طب ها كيف الاتصال بده يصل من هان لهان لسيرفر دي اتش سي بي؟ معنات كلامك اذا الراوتر عمل كسر للبرودكاست مش حيقدر يصل من الكلاينت الى السيرفر. فهنا لازم اتدخل انا واروح اعرف له حاجه احنا بنسميها الاي بي هيلبر ادرس. انا بعرف على الراوتر، بقول انا بدي اعرف عليك اي بي مساعد، والعنوان تبعه هو عنوان خادم الدي اتش سي بي. فانا بقول له اي بي هيلبر ادرس 192.168.11.6 اللي هو عنوان خادم الدي اتش سي بي. فهيك لما يجي الكلاينت يعمل عمليه برودكاست حتصل للسويتش، بعد ما تصل للسويتش السويتش حيبعتها للراوتر، الراوتر حيشوف انه هذه رساله برودكاست، راح يفرجيها لمين، راح يعرضها، راح يرد على الاي بي هيلبر هو عنوان 192.168.11.6، وهيك انا بكون وصلت عمليه الديسكفري الى سيرفر الدي اتش سي بي. طبعا كيف احنا بنعمل له تكوين؟ بتشوف تكتب له، بتدخل على الانترفيس بدك اياه، اي بي ادرس دي اتش سي بي انترفيس، وبتشوف اللي بدك اياه اي بي ادرس دي اتش سي بي، نفس الكلام السابق. طبعا هذه الواجهه هي نفس الواجهه بتكون عندكم في الراوترات المنزليه، سواء كان راوترات التبلينك او راوترات شركه الاتصالات. انت بتدخل على صفحه الراوتر، حتلاقي انه في عندك، حتلاقي بوتن او خيار لبروتوكول الدي اس بي، راح تلاقيه انه معمول له اكتف، ومثلا بوزع اي بيات من 192.168.10 الى 192.168.100 اللي هو البول تبعته، حتكون من 10 الى 100. طيب الان احنا في عندنا سؤال، لو انت في عندك راوتر في البيت، تمام، هذا عندك الراوتر تبعك، هذا الراوتر اللي هو التبي لينك وعليه خدمه الدي اتش سي بي، عليه سيرفيس الدي اتش سي بي انت مشغلها وعاملها توزع البول تبعتك. طيب اجيت انت رحت سحبت من الراوتر، رحت انت سحبت من الراوتر تبعك انك تسحب خط ثاني وتركب، انا عندك ايش؟ اكسس بوينت. بدك تركب عندنا ايش؟ اكسس بوينت. ليش؟ تقول والله انا عندي الاشاره اتصلش لكل البيت، فبتركب اكسس بوينت، تعمل عمليه اعاده بث للاشاره تبعت عشان تقوي الاشاره اللي عندي.
تمام زي ما انتم شايفين حسب الرسمه هذه. طيب الان انا شغال الدي اتس بي، حلو. الكلاينت الاجهزه بتاعتك، حتجيب جوالك، تجيب لابتوبك، حتجيب التابلت تبعك، تشبك على الراوتر، حتلاقي اخذ اي بي ودي ان اس وجيت واي وكل معلوماتك، وتتصفح على الانترنت بشكل سليم. طب لما تروح على الاكسس بوينت، طب انك تشبك على الاكسس بوينت، الاكسس بوينت باخذه من الراوتر، هل انا حفعل كمان خدمه الدي اس بي على الاكسس بوينت بحيث انه الكلاينت من الشبكه هان ياخذوا الاي بيات من هان؟ اكيد لا. تعرف انت لو فعلت هنا الدي اس بي حيصير هنا كونفليكت بين الاكسس بوينت وبين الراوتر، هذا حيصير وزع دي اس بي وهذا حيصير وزع دي اس بي. طب انا ككلاينت هنا، انا هنا من اخذ من هذا ولا من هذه؟ فايش الصح بيصير؟ ان انا بعمل تعطيل للدي اس بي على الاكسس بوينت اللي هان وبخليها تاخذ الدي اس بي من الراوتر، فحيصير الكلاينت حيطلب دي اتس بي من الاكسس بوينت، الاكسس بوينت حتبعت للراوتر، والراوتر حيبعت للاكسس بوينت، والاكسس بوينت حتبعته للكلاينت، وهذه فعليا العمليه اللي بتصير عندنا في داخل البيت. طيب في عندنا ايش عندنا الترابل شوتنج او استكشاف الاخطاء، انك انت تشوف ايش في عندك عناوين متعارضه، كونفليكت اي بي، عناوين متعارضه، تتحقق من الفيزيكال الاتصال المادي، بتشوف انك ممكن تعمل تست باستخدام الستاتيك اي بي، ممكن تتحقق من الكونفجريشن او الاعدادات والتكوين تاع البورد تاع السويتش تبعك، ممكن تعمل تست على الشبكه الفرعيه وعلى الشبكه الفيلان نفسها، تمام؟ طبعا هذا كيف انت ممكن تتحقق من ترحيل دي اس بي، ممكن تستخدم شورن انكلود سكشن انترفيس جيجا ايثرنت، هو كان عليه مفعل هو الدي اس بي، وقال لك انه هذا الانترفيس وهي الاي ال اي بي هيلبر تبعه وهي الاي بي ادرس تبعه معمول على الدوبلكس والسبيد. طب كيف بدك تتحقق من استخدام ومن تكوين الدي اس بي؟ لو كتبت شورن كونفج انكلود نو، ها ركزوا لي على كلمه ايش، على نو سيرفيس دي اس بي. الان نو سيرفيس دي اتس بي يعني انه هذه الخدمه مش شغاله، اذا رد علي في شيء فمعناته انه الخدمه ايش؟ مش شغاله، ولكن اذا ما ردش حيكون انه الخدمه شغاله، يعني احنا دائما نحكي انه عكس النفي اثبات، يعني نفي النفي اثبات. فانا اذا ما ردتش عليك بشيء يعني نفيتك، فانا معناته انه الامور عندي شغاله وتم تمكين الدي اس بي، ولكن اذا طلع عندي تطابق للامر هذا فمعناته انه الامر او الدي اس بي عندي مش شغال. تمام؟ تمام. طبعا انا كيف ممكن اصحح الاخطاء؟ لان احنا تكلمنا عن الاكسس ليست في الشابتر السابق، وقلنا انه انا ممكن اشغلها على جهاز او ممكن اشغلها على شبكه، ومضيفا كمان معلومه انك انت ممكن تشغلها على بروتوكول او على بورد، ممكن تشغلها على بورد، لان قلنا بورد البروتوكول الدي اس بي بيشغل على تو بورد، بيشغل على بورد ال 67 وبيشغل على بورد ال 68. فانت في الاكسس ليست اذا كنت عامل شغلك تمام وعامل سكيورتي عالي ومانع كل البورتات، فانا بقول لك لازم تكون سامح في الاثنين بورد هم 67 68. كيف بدك تضيفهم الاكسس ليست؟ سهله. اكسس ليست رقم الاكسس ليست، بيرميت بمعنى سماح، ايش نوع البورد تبعك؟ نوعه يو دي بي او تي سي بي؟ لا يو دي بي. اني ايكوال اللي هو يعني القيمه تاعته قديش؟ 67، ونفس الشيء لل 68. فهذا انت بتكون انك انت سمحت في سيرفيس او سمحت في بورد 67 68 يشتغل داخل الشبكه الموجوده عندك. هيك عندنا نحن ان شاء الله بنكون خلصنا الشابتر الموجود عندنا. طبعا الدي اس بي في الفيرجن 6 مش مطلوب معنا، والله يعطيكم العافيه جميعا.